έχω αγάπη να φύγεις κοινά. للعروبة على التنفيذ تلعب الكرة بشكل طويل جدا الرأسية ما زالت الثالثة يوم الأحد الماضي الإدارة السابقة قدمت الكثير والجميل لكن هذه كرة خطيرة جدا للعروبة بشوط جميل جدا هذه اللقطة من برونو والعرضية يا ساتر هذا المدافع ولا المهاجم يا ساتر ربما المدافع ربما لكن لمن لم تكن كما أراد تمريرها اللاعب عبد الرحمن الخيبري هنا الاشتراك بال الكرة ملعوبة للعروبة لمشاري جديع مشاري جديع يلعب الكرة لي برونو رفع راسه ممكن يلعب الكره بالجهه اليمنى ممتازه التمريره الاستلام عود الخيبري رفع راسه يمرر الكره بمنتصف الملعب تتمرر الماضيه والكره كانت تدخيرا من فيصل الجمعان ولم تصل لمحمد المنصور بل وصلت للاعبي العروبه والكره خرجت لخارج ارضيه الملعب للرمية الدوسري كرة محمد خاطئة هذه مرتدة لبرونو برونو مشارك ذي أمامه وبرونو مر وبرونو عدى وهنالك صافرة وخطأ لمصلحة العرب يتحصل على صافرة وخطأ هذا التدخل باللقطة الماضية كان النلم حميد روبا والجبلين هل تعادل مرضي للفريقين بعدم التقدم برونو وريكاردو برونو للعروبة برونو وريكاردو برونو جول للعروبة بدأ صعبة لكن حكم اللقاء اتخذ القرار كما شاهده في شاشة الفار وهنا تنفيذ اللاعب برونو ركلة الجزاء المميزة هذا اللاعب فيصل الجمعان كرة مقطوعة وتتحول لبرونو ريلان برونو مرتدة ريلان برونو للعنزي مشارك ذي ركلة جزاء أوه هذا ريلان برونو وهذه الكرة و لا والله باليد اي والله باليد نعم شوف هنا الكرة كانت هنا التدخل باللقطة الماضية وحكم اللقاء أشار بوجوبه من بعيد لكن ايضا فيليب مايا براسه ينقذ الموقف باللقطه الماضيه الكره ملعوبه لمشاري الجديع من خلف المدافع كانت اجواء جماهيريه كبيره جدا وفخر الجوف وجمهور الجوف من خلف الشاشات يتمنى الانتصار لفريقه الجوف فخر الجوف ريلان برونو برونو على التنفيذ برونو يلعب الكرة عرضية الرأسية أن تكون هذه العرضية ورأسية الشرطان حماد الشرطان رأسية مميزة هذا الارتقاء من حماد الشرطان ماجد عدة أمامية ما فيها شيء برونو صافرة وخطأ لهذا النجم المميز هذه اللقطة والحميد هو من أعاق اللاعب باللقطة الماضية وصافرة وخطأ صافر وخطأ لمصلحة العروبة وهذا اللقاء الذي يجمع الجبلين والعروبة بالدقيقة الثلاث عالية يا جماعة والله ربما سنشاهد هذه خطرة مشاري هذه العرضية وهذه الرأسية لا مو مشاري هذا المدافع فيليب مايا من آخر جزء آخر دور آخر بهذا اللقاء من خلاله يبدأ الجبل سام الشمري المحلل لهذا اللقاء التوقعات صحيحة ما زالت والكرة عرضية ماجد هزازي ماجد رفع راسه حول الكرة للاعب تاكو عفوا برونو صاحب الهدف الأول تتمرر يا حمد فرصة ورا فرصة المرمى بهذه الشباك لا أقصد الجبلين بل أقصد الملعب